بدايه عمليه البسطره تجميع اللبن. نبتدي بعد كده بنحط البديئات بالصوره ديت، انواع البديئات اللي بتيجي. دي بديئات عشان دي بديئات بكتيريه، دي اللي بتسبب الحموضه، لاكتيك اسيد بكتيريا. وبتحط جراثيم البنسلين في اللبن اللي هي بتسبب الفطر. بعد ما بلقح اللبن بالحاجات ديت ببتدي بعد كده انفح اللبن تنفيح كامل. بعد تنفيح اللبن تنفحه يعني برضو بتضيف له، بضيف له كميه من المنفحه. ابتدي بعد كده اللبن يتجبن. المنفحه دي بكتيريا برضو؟ لا، انزيمات. اللبن بعد كده يبتدي يتجبن، بيتحول من لبن سائل الى كتله جبنه كبيره. بنبتدي نقطعها بحيث ان تبقى حجم الخصره صغيره زي الزهر، يعني زي في الحدود دي. في حدود نص سنتي في نص سنتي او سنتي في سنتي. تمام. بعد ما تتقطع الخصره وتوصل للمستوى ده بتتساب تتقلب بنفس الطريقه اللي احنا شايفينها في قلب الاحواض الى ان تصل الى قوام معين. بعد ما بتوصل للمستوى ده بتبتدي مرحله التعبئه. في المرحله دي بيتم عقب تعبئه الاقراص تركها على الاستندات هنا لمده 48 ساعه مع تقليبها المستمر كل يوم، وده لغرض انها تبقى على الجبنه تنزل شرشها من كافه الجوانب، سواء كانت نزلت من الجناب او من اعلى او من اسفل. هنا في المرحله دي بيتم تخريم الاقراص من الناحيتين، ودي الغرض منها، والمرحله دي الغرض منها ادخال الهواء في القرص عشان مساعده الفطر على انه ينتشر في جميع انحاء القرص. في المرحله دي بيتم عمليه التسويه المكشوفه. التسويه المكشوفه الغرض منها انتشار الفطر في داخل القرص. بيتم تقليب الفطر يوميا، القرص يوميا في قلب على الاستندات هنا بالطريقه اللي هنشوفها دلوقتي. ان انت خرمت علشان دخول الهواء، الخروم هتخلي دخول الهواء سهل يساعد ان الفطر ينتشر. تمام. كده هنا الغرض بقى من عمليه التقليب دي عشان الرطوبه ما ترتكزش في نقطه معينه، تساعد ان عمليه الرطوبه تبقى بالانسد في القرص كله. في المرحله ديت بيتم عمليه التسويه المغطاه. التسويه المغطاه الغرض منها اللي هي عمليه تكوين طعم الركفور الطبيعي وتفاعل الانزيمات الداخليه في القرص بحيث ان يكون طعم الركفور الطبيعي. واحنا كاتبين هنا على الاقراص ديت ارقام الباتشات وعدد الاقراص بحيث ان احنا نقدر نتابع الباتشات كلها باتش ورا اخر.